بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع صغير وبسيط هنتكلم فيه اللي هو بان فيشيال فراكشن. كلمة بان جاية من زي شكل الطاسة، يعني وشه متطبق زي ايه، زي ما يكون اتضرب بطاسة في وشه فطبقت وشه، بان فيشيال فراكشن. في الغالب بنقول بان فيشيال فراكشن لما بيكون الثلاث مناطق بتوع الفيس affected، يعني الفرونتال بون والميدل اريا والماندبل. لكن ساعات احيانا بتطلق على لو two parts affected، حتى لو الجزء الثالث مش affected. في البان فيشيال فراكشر احنا مطالبين ان احنا نرستور البون والسوفت تيشو statically، ونحاول نرستور الفانكشن لأنها بتبقى افكتد لحد كبير أوي. فالاستاتيك اوتكم مهم والفانكشنال اوتكم مهم. هتبتدي تدور على حتة حتة وتحاول انك انت ريستور الاستاتيك وريستور البون ان بليس وريستور الفانكشن في كل جزئية فيها فراكشن. عشان كده انت ممكن تحتاج اكتر من وايد في لاب، يعني تعمل باي كورونال وتعمل بري اوريكولار وتعمل انترا اورال انسيجنز، كل ده علشان تقدر توصل للبون فراجمنتس اللي موجوده وريستور البون اللي هي ديسبليسد ان بليس تاني. في نظريات كتيره تو هاو تو ريستور المالتيبل فراكشرز اللي موجوده في البان فيشال فراكشر. في نظريات بتقول ابتدي من bottom to top، في نظريات بتقول from inside to outside، top to down، outside to in. لكن احنا بنتبنى نظرية انك انت تثبت الموفابل to the fixed، بتشوف اكتر جزء fixed فين وتبتدي تبني عليه، زي ما يكون عندك اساس البوزيشن بتاعه صحيح وتبتدي تبني بقية الفراكشرز على الأساس الصحيح ده. عشان كده أنا حطيت لك السيكونس بتاع الريبير. الحاجة اللي فيهم في السيكونس ده مش فراكشر بتعديها وتتنقل للنقطة اللي بعدها، وعلى أساس هذا الترتيب أنت بتوصل لفي الآخر إن يبقى عندك assembly للفيس كله in static and functional pose. السلايد دي بتوريك ازاي بنحل مشكلة الأنستيزيا، لأن بيبقى في عندنا problem of nasal and oral intubations. عشان كده احنا كاتبين السلايد دي علشان تقدر تعرف how to manage ال general anesthesia in patients with band fissure fracture. شكرا.